نزار حداد صار لي فترة عم بشتغل على بروجي اسمه لايف هاوس. الكونسيبت تبعه هو انه يعني اذا بدك العودة الى الجذور ماكسيموم بطريقة انه نرجع كمان نستعمل الطرق الحديثة كمان. هو ميكس بين الاثنين. فكرته هي انه يكون قادر بالبيت يكيف نفسه ويدفي نفسه بلا ما يعوز اي طاقة ارتفيسيال مثل الفيول والبترول. قد ما فينا نستعمل مواد طبيعية ويعيد استعمالها لنخفف التلوث ونخفف كلفة العمار، لأنه عم نستعمل مواد طبيعية قد ما فينا من الأرض نفسها اللي عم نعمر فيها. عنا تراب، عنا خشب، عنا قصب، عنا تبن، عنا الدواليب اللي هي إعادة استعمالها، عنا أنين إزاز. وأكيد ما مننكر أنه في شوية ترابة وفي شوية حديد ببعض المحلات منعوزون لندعم شغلة أو نضبط شوية تفاصيل، بس 90% من البيت من مواد طبيعية أو إعادة استعمالها. الأساطير السود كناية عن أساطير ممدودة تحت الأرض بتأمن التهوئة للبيت، يفوت الهواء بحرارة معتدلة كتير، بتخلي إنه ما يصير في انخفاض درجات الحرارة بالبيت. يعني بيفوت هواء بارد بالصيف، بيفوت هواء دافئ بالشتاء. جبنا عالم بروفيشنال، شخص من شركة اسمها إيرشي بايوتكتشر اللي هي كمان كتير استوحينا منها لطريقة العمار بالدواليب وتكرير المي وهالقصص. فشخص من عندهم اسمه معين اجا وعم بيعطينا الإكسبرتيز تبعيته بهالدومين. غير هيك عنا كمان بعض الفولونتيرز، عنا فولونتير من أستراليا اجا وأصحاب من هون من لبنان، وهالشي وعم بننام وعم نعيش وعم ناكل سوا وكل شيء عم بيكون سوا بهالفترة. فهالتجربة بتخلينا نتعود انه يصير في مثل community living، يصير في tolerance بين العالم، بين عدة cultures بيأخذوا عطا، في واحد يتعود انه يصير عائل اكتر بطريقة بنظرته للقصص. قطاع العمار اليوم بلبنان وبالعالم من أكثر قطاعات تلوثاً للبيئة. هالشي ببلش من استخراج المواد الأولية من وراء الكسارات اللي عم بتخزق لنا الطبيعة والمناظر اللي عنا إياها، لانتقال هالمواد للمعامل اللي عم بتبس غازات كتير ملوثة بالهواء اللي عم نتنشقه، وعم بتكب المي بالمي مواد كيميائية عم بتلوث لنا المي اللي عم نشربها واللي عم نسبح فيها واللي عم نتحمم فيها. هذه المواد عم بتروح على الورش تنعمر فيها، هالورش عم بتطلع نفايات كتير عم بيروحوا على المطامر، وهالنفايات فيها مواد ملوثة منها بس انه بطون وبحص. خلص البيت اتعمر وصار جديد عم نسكن فيه، بس عم نسكن بهذا البيت عم نستهلك كهرباء بكمية هائلة خاصة للتبريد وتدفئة البيت، وبلا ما نحكي عن الاشتراكات المطار اللي عم ندفع فواتير كتير عالية، وهالمطار اللي عم بيلوث الهواء بالحي اللي عم نكون قاعدين فيه، وكمان عم نستهلك المي بكمية كتير عالية، عم نكب مواد كيميائية كمان عم بتلوث الأنهار والبحور وبطن الأرض. قطع 100 سنة هالبيت بده يتهدم. كل الكسر اللي بيطلع من هيدا البيت عم بيروح كمان على المطامر، وضمن هالكسر كمان في مواد ملوثة كتير مش بس بطون. فبرجع بعيد، اليوم قطاع العمار كتير ملوث، وبلبنان أكتر من غير محل، لأنه اليوم قانون البناء بلبنان ما عم بيشجع الهندسة الصديقة للبيئة، ما عم بيطلع على هيدا الموضوع كتير، خاصة بالضيع وين عم بيفرضوا تلبيس الحجر وتلبيس تكنة الأرميد الأحمر، وهول مادتين ملوثين كتير للبيئة. الحجر عم بيجي من الكسارات مش من الأرض اللي عم نعمر فيها، والأرميد بيتطلب حرارة كتير عالية ليتصنع، ويعني طاقة كتير عالية وعم بيلوث كتير البيئة. وزيادة عن هيك، هالمواد اللي عم تنفرض علينا على الهندسة
عم تفرض نوع بنايات منا صديقة للبيئة. هلا كلكم رح تفكروا انه لا البيت الارميد مع تلبيس حاجة كتير حلو وهذا البيت التقليدي، بس نحن اليوم هذا هالنوع من البيت مثل ما هو من قريب او من جوا فينا نلاقيه حلو، بس اذا رحنا لبعيد وطلعنا من بعيد طلعنا شفنا انه البيت وقح، الانتجريشن تبعيته منا مندمجة مع الطبيعة، خاصة اذا منكرره على كميات كبيرة على هيدا الجبل اللي عم بيتعمر عليه. واليوم نعرف انه نحن عنا عنا امتداد سكاني كتير عالي، فهذا الامتداد عم بيستحل هالاراضي الخضراء. في مثل قاله مهندس كبير من القرن العشرين اسمه فرانك لويد رايت، قال البيت ما بيتعمر على التلة بس البيت هو شقفة من التلة. وهيدي الفيلوزوفي اللي عم نعتمدها نحن باللايف هاوس، انه نجرب البيت يكون مخبى بالطبيعة وتأثيره مينيموم على الطبيعة. عم نعتمد مثلا تصاميم مثل زراعة السقف، يكون السقف جنينة بدل ما نستعمل الأرميد الأحمر، بس لسوء الحظ القانون عم بيمنعنا من هذا الشيء، سو عم نجرب نلاقي طرق. والشغلة اللي مثل ما شفتوها بالفيديو انه عم نجرب كمان ننظف البيئة، بس عم نستعمل دواليب وأنانة ومواد يعني إعادة تدويرها. بس أهم نقطة هي اليوم انه عم نرجع نستعمل مواد، عم نستعمل مواد طبيعية عم نستخرجها من الأرض اللي عم نعمر منها مثل ما كانوا يعمروا جدودنا. جدودنا هيك كانوا يعمروا، كانوا يشوفوا شو في عندهم على الأرض يعمروا فيه بأسعار كثير واطية طبعا وبتقنيات نحتت وبرفكتد مع العهود. فهيدي التقنيات اليوم عم تختفي وعم بيجي محلها هالإندستري الجديدة، فنحن عم نجرب نرجع نستخرجها. يعني اليوم هذا البيت اللي عم بيعمر اللي كانوا يعمروه من زمان كان بيت رخيص صديق للبيئة ومريح وصحي. وبتخيل هذا البيت اللي بتخيل كلكم تحلموا يكون البيت اللي انتم فيه هيك بالمبدأ. فنحن عم نجرب من خلال مشروع اللايف هاوس نرجع نستعيد التكنيك اللي كانوا يعمروا فيها من زمان، بس ندمجها مع التكنولوجيا الحديثة، لأنه اليوم المطالب للراحة غير من زمان، فلابد ما ندمج. وأصلاً هذا الشيء إنه نحنا مش غصباً عنا عم نعمله، فعم ندمج هالشغلتين ببعضهم لنوصل لبيت يكون صديق للبيئة وكمان يكون صحي ورخيص. هلا البيت نحن اللي عم نعمره ببسكنتا از باسيف هاوس. باسيف هاوس يعني بيت بدفي وببرد حاله بلا اي طاقه بلا اي تكنولوجي لحاله، الحراره كونستانت كل السنه 22 درجه، وهذا الشيء بيسمح انه نوفر كثير بالمصاريف تبع البيت. فهذا النوع من البيت اليوم عم بيدمج، عم نبرهن من وراء هذا المشروع انه فينا اليوم يكون عنا بيت صديق للبيئة. لانه اليوم العالم صارت معتبرة انه بيت صديق للبيئة منه شيء كتير مريح او شيء كتير هيبي او هيك، يعني مثل ما هيدي النصوشون جديدة، او في يكون كمان شيء كتير لكجري. لا، اليوم عم نشوف عم نجرب نبرهن انه هيك نوع بيوت لكل العالم، و It's aiming يعني الفقير مثل الغني مثل الطبقة الوسطى مثل لكل العالم، وانه هيدا المشروع عم بيتعمر هلا ببسكنتا، وفي حيلا واحد منا يطلع يشوفه ويقرر يعمر نفس الشيء، لانه القرار بالتغيير بالنهايه لمصلحتنا ولمصلحه اولادنا هو بين ايدينا كلنا.